وقد بدأت عملية نقل صناديق وأوراق الاقتراع من مقر هيئة الإفتاء والتشريع القانوني إلى اللجان العامة والفرعية منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف محافظات مملكة البحرين للتصويت في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية وسط جهوزية أمنية لتأمين عملية التصويت. منذ ساعات الصباح الأولى نقلت صناديق وأوراق الاقتراع إلى جميع اللجان الانتخابية العامة والفرعية وسط جهوزية أمنية لتأمين عملية التصويت في مختلف محافظات مملكة البحرين في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية 2018. وأكدت الجهات المعنية المسؤولة على الانتخابات أن اللجان قامت بفتح صناديق الاقتراع ومعاينتها قبل الساعة 8 صباحا وتأكدوا من صحتها وسلامتها قبل إغلاق صناديق الاقتراع بعناية تامة. هذا وأكد المنسق العام للانتخابات بوزارة الداخلية المقدم فيصل العرجاني أن جميع الإدارات بوزارة الداخلية المختصة بالعملية الانتخابية قامت بمرافقة نقل أوراق الاقتراع من موقع الانطلاق حتى وصولها لجميع اللجان الانتخابية بحضور المعنيين من هيئة التشريع والإفتاء القانوني. ودلالة على الشفافية والنزاهة في الانتخابات قامت الجهات المعنية المسؤولة بوضع صناديق شفافة حيث تعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي استخدمت هذه النوعية من الصناديق في عملية الاقتراع. كما قامت الجهة المعنية بوزارة الداخلية بمراقبة سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها صباحا دون عوائق لضمان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع. هذا ويشارك في العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً.